وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. بعد التحية سعادة السفير، هل توضح لنا أهمية خطاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدعوات لإصلاح الأمم المتحدة؟ خطاب سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه جاء في مرحلة تمر بها الأمم المتحدة بتحديات كبيرة ومختلفة نتيجة للظروف الجيوسياسية الراهنة الحالية، وأصبح الإصلاح ضرورة لمواكبة تلك التحديات. ولذلك كانت دعوة سيدي في خطابه أمام الجمعية العامة بأن يكون الإصلاح شامل وقائم على التوافق كي تؤدي الأمم المتحدة رسالتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وقد كان الدعم للإصلاح في خطاب صاحب السمو الملكي واضح ومباشر لكل هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا ما تضمنه ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا. كما يعكس ذلك حرص مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دعم الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم. سعادة السفير جمال فارس الرويعي، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكرا جزيلا لك.